المقادير غادي نحتاجو دي بيسكوي، فرماج فري، بيضة، زبدة، سكر، قرصة الملحة، عصير الحامض وروح لافاني. أول حاجة غادي نبداو بها هما لي بيسكوي، نطحنوهم، نزيدو عليهم الزبدة بشوية بشوية ونخلطو. البيسكوي ديالنا هاهو تخلط مع الزبدة، غادي ناخدوه نديروه في لي كاسيت. قياس ناخدو شي كويسه كابلا نوركو عليه باش يتجمع ويقبض في راسو. البسكويت ديالنا درناه في الكاسيت وحطيناه دو كوتي. دابا غادي ناخدو الفرماج بلون نزيدو عليه لي زانغغيديون الاخرين كاملين ونخلطوه بالباتور. غير يبانو لينا لي زانغغيديون تخلطو نوقفو الباتور باش ما يوليش لينا الفرماج ليكيد. فاش توجد لينا لا كريم ناخدوها ونعمرو بها الكاسيت ديالنا. نبقاو غاديين بشويه بشويه حتى نعمروهم. تحاولوا ما نوركوش على لاكريم باش ما تهبطش. التشيز كيك ديالنا من بعد ما ندخلوهم الفرن واحد 15 مينوت كيتنفخوا، من بعد كيهبطوا. ندخلوهم الثلاجه واحد 4-5 اور، عاد ندوزو لاتاب الاخرى. لاتاب الاخرى غادي نميكسي الفريز ونرجع لكم. ناخذ هذاك الكولي د فريز ونعمروهم. انا ما درتش فيه لا جيلاتين باسكو جو في لي كونسومي دون واحد 2 من بعد ما نخرجهم من الفخي. لي تشيز كيك ديالنا خليتهم واحد 2 في الثلاجه، من بعد خرجتهم وقسمتهم باش تشوفوهم من الوسط. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. بصحه وراحه، جربوهم وخليو لي دي كومونتير.